بدينا في دبي، لازم احضن 30 مشهر. بدينا مع حسين بن محفوظ وابو فله، وسافرنا الاردن وقابلنا صبا شمعه، بان عليان، محمد نبيل، وسام قطر، احمد العمري، عمر رمال، محمد صبار. بعدها رحنا نحضن. والله الحمد لله. وكذا يكون دن. اقول احلى حضن. يا حبيبي يعطيك العافيه. احلى حق. اشتركوا في قناته، اعملوا لايك وسبسكرايب. اخذين الهق يا حبيبي. انا 19 19. احلى هق يا حبيبي. الله يعطيك. الله يا حبيبي. انت قوية كذا الدنيا. هلا والله هلا والله هلا. احنا حضن. تمام هيك؟ تمام كذا. السلام عليكم، معكم ريان جديد، جاب لكم مقطع جديد. واحنا الحين رايحين نحضن المشهور رقم 27 زي ما تعرفوا. فمين تتوقع هو المشهور؟ احنا وصلنا المكان شباب، قعدت ساعة عشان اوصل. ما تنسى لايك واشتراك، واتوقع ذاك هو. فبسم الله. اي 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 كابتن. وصلنا وصلنا يا عيال، خلاص باذن الله. كيف العال؟ نسلم عليك يا حبيبي. ايش تبغى تقول اليوتيوب؟ حبيب القلب يا باشا. يا حبيبي الله يلازم. انت تعبان انت والله. انا اسوي سلسله فكرتها احضن 30 مشهور، فانت المشهور رقم 27، وبعدك حيكون في اثنين. خليني ما قلت لهم، انا خليني سر. فانا الحين ابغى اعطيك حضن وكذا يكون. يعطيك العافيه حبيب قلبي يا حبيبي. يا حبيبي كذا دن. والله سلسله نوعا. تمام. سلسله بوس المشهوره. جبنا العيد شباب. كد كد. يعني احنا الحين دخلنا هنا الاستديو حق محمد نوران. حطوا لايك، اشتركوا بالقناه. اللي ما يشترك هذا ايش تسوي له؟ انفخ عينه. يا عيال احنا الحين بالاستديو حقهم، زي ما تعرفوا هذا ما شاء الله الدرع حق عائلة الترند حق محمد مروان. راح يجي يوم بإذن الله وراح نجيب هذا الدرع، صدقوني ما في شيء مستحيل. زي ما سوينا هذه الأشياء مع بعض راح نجيبها، وتقريبا يعني شهر شهرين وأنا جايب الدرع. يعني إن شاء الله ما عليكم. فلا تنسوا لايك والاشتراك أهم شيء. يعني زي ما تعرفوا إحنا هنا بالاستديو حق نادي، فما شاء الله هذا الديكور حق محمد مروان، وهذه الرسمة إذا شايفينها هنا مكتوب سعد وهنا مكتوب نادي، فالرسمة مبدعة. الحين بنسوي شيء. شباب ناجي اللي قاعد تشوف المقطع، انا اسف بس. الفن انا راح اسوي واحده وانا مغمض. ايش هذا؟ جبت ام العيد. سويت رقم 6. دقيقه خليني اكتب اسمي. ما ادري اذا واضح ولا لا، بس اذا الزبده كتبت اسمي. جبت ام. الحين يكون خلصنا من هنا، خلصنا من محمد مروان، حضناه ويعطيه الف عافيه صراحه. والحين راح نروح نسوي اعلان. اليوم جايب لكم اعلان. طبعا وين الاعلان؟ من دار دارك. طبعا هذا وين دار دارك؟ هذا دار دارك اللي بطبربور. اهلا وسهلا، مع تحيات الدار دارك، يرحب بكم من العاصمه عمان. يا اهلا وسهلا، تفضلوا. الاماكن اللي هنا، فهنا هذا يمديك تلاقيه بطبربور، تمام؟ فانت تخش هنا ما شاء الله، يعني مشهور في الدار دارك زي ما تعرفوا. منسف وين تقدر تلاقي الدار دارك في الاردن عمان؟ اول فرع اللي هو طبربور اللي هو مقابل كشك الشرطه، وثاني فرع اللي هو بماركه الشماليه مقابل دوار الطياره، وثالث فرع شارع المدينه المنوره مقابل حاويات عرفات. هين وصلت الطلبات دنيس. منسف المشاوي، هذه وجبه الدار دارك الشاورما. في عندهم بوفيه مفتوح دائما يكون عندهم، فيمديك تيجي هنا وتفجر الدنيا حرفيا. هذا البوفيه راح يكون في رمضان فلا يضيع عليك. فخلينا نقول بسم الله ونجرب الاكل. نبغى نجرب المشاوي. نقول بسم الله. مشاوي بطلة والله. واو يا عيال، الحين نجرب الشاورما. هذا سمك الدنيس. بسم الله. واو والله هذا فخم يا عيال. باقي الطبق الرئيسي منسف. فبسم الله. اللحمة طبعا احنا كده نكون خلصنا، فانا بكمل اكل. فلا تنسى لك الاشتراك، روح تابعه وانجوي يا حبيبي. السلام عليكم، معكم ريان جديد، جايب لكم مقطع جديد. هذا المقطع راح نروح نحضن اخر ثلاث اشخاص. مين هم الثلاث اشخاص يا ترى؟ ما حد يدري. احنا الحين وصلنا المكان اللي هو المفروض نقابل فيه
الاخر ثلاث اشخاص. انا بس خلينا نعطيكم تلميح، اسمع يمكن تعرفتوا، في ناس عرفوا، بس اسمع هذا الشخص قال لي عنه ابو فله، اللي تابع سلسله ابو فله هو قال لي اروح احضنه بعده. وانا احبكم مره يا شباب، انا مستانس انه خلص السلسله. لا سلسله ابو فله، اللي ما شاف سلسله ابو فله يا عيال، بدينا من قرش واحد وصلنا لابو فله ب 45 يوم. هذه السلسله تطلع لك هنا ولا هنا بدك تشوفها. طيب يا عيال، زي ما تعرفوا انا الحين وصلت المكان، وصل الناس اللي راح احضنهم، فراح اخش عليهم بالسوبر ماركت وان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله. فبسم الله. السلام عليكم. كيف الحال حمودة؟ ان شاء الله كل شيء تمام. اسمع انا يوتيوبر مسوي سلسلة، فكرة هذه السلسلة لازم احضن 30 مشهور، وانت المشهور 29، فعادي احضنك؟ يا حبيبي يعطيك الف العافية. الحين ايش تبغى تقول لليوتيوب؟ ايش لك في السلسلة هاي؟ يعني تقييم لي شهرين. والله قوي جدا قوي يا حبيبي. كم واحد ظل لك؟ باقي واحد، المفروض يكون ناجي الخاف. تعرفوا الناجي؟ بدك ناجي؟ ايوه بدي ناجي. تلاقيه هسه قاعد عند الثلاجة جوا. قاعد عند الثلاجة جوا بياكل. ابوك بس 24 ساعة اكل. خندو اوكي شكرا حمودة. هلا والله حبيبي. خندو وين هنا الثلاجة؟ ناجي الو؟ هنا ناجي؟ لا وين ناجي؟ يا عيال هنا الثلاجات ما في ناجي. وين ناجي؟ ها؟ ناجي كيف حالك؟ ايش تسوي؟ انا مسوي سلسلة لازم احضن 30 مشهور. انت مين؟ انا ريان شديد، مسوي سلسلة. هذه فكرة السلسلة انه احضن 30 مشهور. فانا بديت مع ابو فلة، وابو فلة قال لي لازم احضنك، فانت المشهور رقم 30. مين قال لك عندي انا موزع احضان؟ اسمع لازم احضنك عشان ابو فلة، يعني ابو فلة يعني قال لك انا بحب احضن الشباب. اسمع لازم اجي احضنك، وابو فلة قال لي لازم احضنك. بس ليش بدك تحضرني؟ احضن حضن اخوي. حضن اخوي. عادي؟ عادي. متاكد؟ يا حبيبي ناجي. يا هلا. كذا يكون خلصنا السلسلة. وحد الله. 30 واحد، انت مشهور 30. انا اخر واحد لقيتني. اخر واحد. مين حضنت؟ حضنت، واه حضنت ناس كثير. حضنت نور ستارز. لا بنات بس بسلم عليهم. عديتهم؟ ايوه بسلم عليهم. لا ما بزبط. لازم تحضنها. لا. هو الحضن لمين اخترعوه؟ الحضن اخوي. الام لابنها؟ ايوه. او الحبيب لحبيبته. البنات ما بزبط لانهم اخوان، يعني اعتبرهم اخوان فنسلم عليهم. اخوان. طب حضن ناجي وحضني انا، شو هذول اخوان؟ انت تكون الوان. ما بزبط تحضني وما تحضن، هاي كمان عوره. خرب. خلص خلصوا ال 30. ايوه خلاص. بدك تعملهم 31؟ ايوه. يلا. هذا الزلمه بده يحضرك. لازم اعطيك حضن. اسمع انا لازم احضرك، تعال مش لازم تعرف، تعال اعطيني حضن. تعال لخايف، تعال. ليش خايف؟ مش عارف. اسمع حبيبي يا حبيبي. يعطيك العافيه يا حبيبي. بمناسبة انه وصلنا 30 واحد، نجي راح يعزم كل الناس على حساب حمودة. خلاص يلا احنا ناخذ الكرتونة ولا نوزع؟ لا ناخذ كرتونه. حمودة وزع وزع وزع، ما تاخذش الكرتونه. نعزمه. لاحظ رجاش اعطني الشنطه. نحاسب عليهم. اي وزع. خلص رجاش. لسه خلاص اللي ما طلع له انا. طيب يا عيال كذا يكون حضننا 30 مشهور. حاب اقول لكم انه ما في شيء مستحيل، قد ما تقدر قد ما تتعب راح تسوي الشيء. اذا حطيت الشيء هذا براسك راح تسويه. يعني انا من بديت من سلسله لقرش واحد وصلت لابو فله، لما بديت 30 مشهور لي شهرين قاعد احاول اصورها. فاي شيء يمديك تحطه براسك راح تسويه، وتوكل على ربك، واقسم بالله ما في شيء مستحيل وراح تتعلم. يا عيال انا اتذكر كيف كنت امسك الكاميرا، كذا كنت امسك الكاميرا. فمع الايام راح اقدر اتطور، وراح كل الناس تقدر تسوي الشيء اللي تبغاه. فشكرا لكم على كل شيء، شكرا لكم انكم كنتوا هذه الرحله، ويعطيكم الف عافيه، وشكرا لكم، والجاي اقوى ان شاء الله. السلام عليكم. اهم شيء لازم تحققوا احلامكم، اوكي؟